أنا صادق بمشاعري تجاه ميليس. تماماً صح، أنت صادق كتير. حبيبي أردا، ممكن تروق شوي؟ خلينا نفهم شو نية الأستاذ قدير. أردا، قدير. ميليس، أنا برأيي إنه القصة صح، لازم تحكي لنا إياها ميليس. أردا، لبقى تلوم قدير، هو ما قاله زن. نحن كنا رح نحكي له لأخي كل شي من البداية. ماشي ميليس، تمام، خلص، بعتذر منك كتير، الحق علي. أنا بعتذر كتير، كان لازم أشرح لك كل شي من الأول. ميليس، بدي أسألك سؤال واحد بس، ليش هذا الزلمة كان مع أخي لما عمل الحادث؟ ما حدا حاسس إنه هذا الشيء غريب غيري؟ ما حدا شايف إنه ماله منطقي إلا أنا؟ هو جاوبك على هالسؤال شيء؟ أنا بوثق فيه وما عندي شك تجاهه أبداً، وأخذت أجوبة على كل أسئلتي، أنت شو بدك تسمع؟ ميليس، بدي أسمع منكم الحقيقة ولازم تفسروا لي هذا الموضوع. هداك الحادث ما كان صدفة وهالزلمة ما كان موجود بالصدفة. إيه بعرف، بعرف منيح إنه عم يخطط ليعمل شيء من البداية، ومتأكد من هذا الشيء كمان. أنت شو عم تحكي؟ شو ممكن يكون قدير عم يعمل؟ شو يعني فات على بيتنا قصداً وكان عنده مشكلة مع أخي؟ مشان هيك اهتم فيني أنا؟ ولا مشان هيك ركب السيارة مع جينك لحتى يقتله؟ هيك يعني؟ هذا الشيء اللي أنت حابب تسمعه؟ برأيك هالحكي كله حلو بحقي أردا؟